برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي عندنا فقرة مهمة جدا. غيرنا اسم الفقرة من السهم الأحمر للصندوق الأسود. كمان قبل ما أتكلم فيها بشكر فريق عمل الجرافيك اللي عمل حاجة محترمة جدا مشرفة، أتمنى طول الوقت تنال إعجاب حضراتكم. قبل ما أتكلم في الفقرة عندي حاجتين بمنتهى السرعة. في وقت بيبان معدن ولاد النادي الأهلي، وفي وقت بيبان بتحب كيان النادي الأهلي ولا لأ. من هنا هفتح الانتخابات. اتكلمنا في خطوط عريضه قبل كده، ودورنا هيبقى هنا في الـ في الـ في البرنامج ده، وهنشتغل بمنتهى الحياديه. كمان كل واحد هيطلع يتكلم على حد كالعاده زي ما اتفقنا مع حضراتكم. اي واحد هيوجه اتهامات هنا ولا هنا، كلام مش مظبوط، اللي انا ده وحش وده حلو، بعد كده ارجع على ده وحش وده حلو، مش ده غير مقبول بالمره، عشان حضراتكم تبقوا فاهمين. فمن هنا باب الترشح هيقفل يوم السبت، والاهلي عنده مباراه مهمه جدا 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 يوم الحد. الكابتن حسام، عندنا قاعده في النادي الاهلي للكابتن حسام البدري وفرقته، ملهاش دعوه بالكلام ده خالص، وانا على ثقه بالكلام ده كله. بروباجندا كلام كتير، تنسى اللي فيه ماتش. اللي بيحب الاهلي ينتظر، واللي بيجيب اي حد على كرسي الاداره داخل النادي الاهلي هي جمعيته العموميه، هي جمعيته العموميه مش حد تاني صدقوني. فمن هنا ما بنتكلمش، وما ينفعش نضغط على حد، وما ينفعش نتكلم في اي حاجه، لان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي محترمين مثقفين، منهم في كل المناصب الكبيره جدا جدا جدا، منهم الدكاتره والمهندسين وكل حاجه، وكل حاجه محترمه. مش عايز اخوض في الكلام ده كتير، ولكن نفتكر ان الاهلي عنده ماتش مهم، عشان توقيت الانتخابات يوم السبت والاهلي عنده ماتش الحد. اللي بيحب النادي الاهلي بجد يحط ده في الاعتبار لكله، والكل مره تانية وثالثه ومليون، كلهم اللي نازلين ولاد النادي الاهلي، وكلهم محترمين، وكلهم مهذبين، وكلهم يقدروا يقودوا سفينه النادي الاهلي. لكن كلنا لازم نحط في اعتبارنا اللي فيه مباراه مهمه، ده الاهم، وده اللي انا حبيت اللي انا الفت النظر بس من بدري لكل الناس ولكل المرشحين، وكمان لاعضاء جمعيتنا العموميه، وكمان لجماهيرنا الوفيه المحترمه. والنقطه الاخيره في الموضوع ده، ناس كتير بنشوفها اتكلمت كتير سنه واثنين وثلاثه واربعه، وخصوصا في السنتين الاخيره، عن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. دول مننا ومعاهم كارنيه النادي الاهلي، يعني لونهم لوننا وروحهم روحنا، وحبهم للاهلي اكيد، يعني ده انا مش عايز البعض يفرق، احنا كلنا واحد، الاهلاويه كلنا واحد. لما بيتقال 70 مليون ما بيتصنفوش، بيتقال الكل، العضو اللي مش عضو والبسيط والعامل والمهندس، ده الطبيعه اللي احنا بنقولها، وده الحق اللي احنا بنقوله، وده العدل اللي احنا بنقوله. اتقال عنهم شماسي وكراسي، دي كلمه تمس الكرامه، كلمه في منتهى قله الذوق، في منتهى قله الذوق، دي الحقيقه اللي لازم تتقال النهارده. دلوقتي هي نفس الناس، الجمعيه العموميه العظيمه، انت العظيمه؟ لا، معانا وانت بتقول هي بتقول عليها الاعضاء الجمعيه مش كرسي وشمسيه، ولا ايه؟ مش دي كلمة الحق؟ فما تجيش النهارده نقعد بقى، واللي انا بقول مش هو مش واحد اللي قالوا كده، كتير كتير كتير، وكنا بنسكت ونقول مش مشكلة نساند، يمكن المسار يتغير. لكن تيجي عند الانتخابات وتنسوا انتوا عملتوا ايه وقلتوا ايه على اللي مننا وعلى اللي بيمثلونا، ما هم جزء من النادي الاهلي، واحنا ننسى فجأة كده؟ لا، فاحنا هنا كل حد موعود بحاجه ولا في هدفه حاجه، هوري حضراتكم ايه اللي كان بيتقال من نفس الشخص، من نفس الشخص. دي واحد.